كرييتيف ادر ازاي ما تشغل سيرفايفر. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن كلمه سيرفايفر معناها في اللغه معناها تو ريمين الايف اور ان اكزيستنس، بس احنا مش هنتكلم عنها كلغه، احنا هنتكلم عنها كتكنولوجي. شركة من الشركات اللي كانت موجودة زمان واختفت دلوقتي زي شركة ياهو. شركة ياهو كانت أكبر الشركات المسيطرة على الميديا في العالم، بس كانت كل هدفها إن هي تجمع فيورز وتعمل جاينت ميديا وخلاص، ما كانتش بتقدم جودة حلوة لليوزر. عشان كده في وقت من الأوقات شركة جوجل حاولت إن هي تستحوذ على شركة ياهو، بس السي أو بتاع شركة ياهو رفضت لأن كان هدفها حاجة تانية خالص. شركة ياهو كان هدفها إن هي تستحوذ على شركة فيسبوك بتاعت مارك زوكربيرج، بس هي بخلت في السعر شوية فما استحوذتش عليها. بس بعدين شركة جوجل هي اللي استحوذت على شركة فيسبوك واتساب وانستجرام. شركة ياهو بقت مجرد جريدة أخبار زيها زي أي جريدة تانية موجودة دلوقتي. بس دلوقتي احنا هنتكلم عن مجال الموبايل، هنتكلم عن شركات كانت من أكبر الرواد في مجالها زمان لكن دلوقتي مبقتش يعني قد كده. دلوقتي احنا هنتكلم عن شركة نوكيا. شركة نوكيا كانت بتقدم احسن هاردوير لكن ما كانتش عارفة تقدم احسن سوفتوير، كانت بتخاف ان هي تجدد عشان خاطر المستخدمين ما يقلوش والمبيعات ما تقلش. بس اول ما ظهر الانترنت فدي كانت موجة عالية قوي عليها، لانه بدأت شركة ابل مع صنعها ستيف جوبز انه يعمل اول تليفون تاتش ويستخدم فيه الانترنت، فساعتها نوكيا ما بقاش ليها مكان ودلوقتي ابل هو اللي بس. دلوقتي احنا بنتكلم عن شركة موتوريلا. شركة موتوريلا كانت من اكبر واحسن الشركات اللي بتصنع الهاردوير، عشان كده كان زمان اي حد معاه تليفون من موتوريلا كان مجرد ما يرميه في الحيطه كانت تقول لك الحيطه هي اللي هتتكسر والموبايل عمره ما يحصل له حاجه، بس كانت ضعيفه قوي قوي في استخدام السوفت وير او في تطوير السوفت وير، لان مع اول ظهور للتوجي ما كانتش قادره ان هي تطور السوفت وير بتاعها لانها توصل، عشان كده اختفت بسرعه وما كانش ليها معنى اصح كانش ليها روح طويله في الموضوع. بس شركه جوجل اول ما طورت نفسها اشترت شركه موتوريلا. دلوقتي احنا هنتكلم عن شركه في حته ثانيه خالص، شركه هواوي. شركه هواوي كانت من اكبر المبيعات في 2019، كانت مبيعاتها بنسبه 50% وده شيء يعمل لها بوينت كبيره جدا. دلوقتي شركه هواوي اللي حصل ان هي بس المبيعات دي رجعت بسبب ان هي كان في مشكله مع رئيس شركه هواوي كان متخانق مع ترامب كان بيفكر انه اجهزه هواوي بتتصنت على المخابرات الامريكيه، وده طبعا كلام ما كانش صح. فالمهم انه امريكا منعت السبلايز خالص لشركه هواوي، شركه هواوي دلوقتي ما كانتش عارفه تجيب السبلايز بتاعتها منين. فكان في شركه انتل وكان في جوجل، فده دلوقتي هي كان جوجل كانت بتستخدم منه الاندرويد، دلوقتي طب هي هتجيب السبلايز منين؟ طب هتجيب الاندرويد منين؟ فكان في ففكرت ان هي تعمل سيستم تاني خالص ليها هي لنفسها. السيستم ده اسمه هارموني او اس، بقت تستخدم تتعامل مع شركات تانية عشان تورد لها سبلايز، شركات تانية عشان تورد لها اجهزة مواصلات بس. ودلوقتي بقت من احسن مبيعات الشركات لان هي في الاول وفي الاخر عملت سيستم لوحدها خالص وطورت فيه كتير قوي. يعني دلوقتي بتقول لامريكا انتوا اللي هتحتاجوني في الاخر عشان انا لوحدي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم.